مرحبا، معكم عمالي بشار سالم مكتب كيان. مشاركة اليوم في معرض ابني بيتك مشاركة أولى وإن شاء الله مستمرة لعرض خدماتنا الخاصة في التصميم المعماري للمشاريع السكنية والتجارية. المعرض طبعا تم تجهيزه خلال فترة الشهور السابقة، وقمنا مع فريق العمل بوضع خطة للتسويق وخطة لعرض منتجات الشركة من أعمال معمارية قمنا فيها في دول مجلس التعاون وفي الكويت، وإن شاء الله راح تكون إن شاء الله في قطر. الخدمات الخاصة في الشركة طبعا وإحنا موجودين راح تكون العمارة تصميم المعماري وإدارة المشاريع. نتوقع إن شاء الله من المعرض أن يكون حضور جميل وحضور كثيف، وخاصة في الأيام هذه للناس راح تبني، وخاصة بعد انتهاء موسم الصيف وبداية الموسم الأبرد، حيث أن الناس راح يتجهون إلى البناء والتصميم ويفكرون في المساكن والمشاريع الخاصة فيهم. فإن شاء الله راح يكون لنا دور مكتب كيان في المعرض ومع العملاء من خلال المعرض لإنتاج إن شاء الله أعمال. بالنسبة للاستفادة من معرض ابني بيتك 2021، مكتب كيان طبعا راح يكون له دور كبير معماريا في النهضة العمرانية في دولة قطر، راح يكون لنا إن شاء الله مشاركات في القطاع السكني والتجاري، واعتقادي اللقاء بالجمهور هو أهم شيء للتعريف المكتب وإمكانياته إن شاء الله المستقبلية اللي تساعد إن شاء الله النهضة العمرانية في الدولة.